انا حضرتك انا والد منور، منور محمد سعد، وليتها ادب واحترام. بعد كده ما فيش لا ادب واحترام. واحده متصليه الفجر، مصليه وماشيه الصبح، يعني اقول يعني هي راح متوضيه لصلاه الفجر ومذاكره وراح احسن من صلاه الفجر. هذا اللي معه يعني ماشيه، ما فيش اي حاجه، ماشيه في ادب والاحترام. انا اقول ايه بس أقول الحمد لله. وقت بتشكو كده تيجي تقول لي الحمد لله، كان صعب وعدى. اقول لها معلش، واللي انت عاوزاه اعمل ايه؟ والباقي ما بيعملش اللي انت عاوزاه. وقت كانت امي تطلع مهندسه، هتعمل عاوزه تعمل ايه يعني؟ الرحمن الرحيم. انا دكتوره رابيه متولي مزروع، استاذ مساعد الزينه والنباتات الطبيه والعطريه في قسم البساتين كليه الزراعه جامعه المنوفيه، ومدير مركز وحده الزينه مركز الخدمه العامه بالكليه. احنا طبعا مدين اللقاء بتاعنا دوت من مقر المشتل بالكليه، هو مساحته فدانين، فدان ونص الفدانين، بينتج نباتات زينه وشتلات ونباتات كبيره، وكمان بينتج نباتات طبيه وعطريه، وفي عينات من الاشجار النادره لخدمه الطلبه في العمليه التعليميه. هو جانب تعليمي وبحثي وخدمي. التعليمي بيخدم الطلبة في مرحلة البكالوريوس، وبحثي لطلبة الدراسات العليا، وخدمي بإنتاج شتلات لخدمة المجتمع. هو المشتل بيخدم جانبين اتنين في الحياة. الجانب الأول هو الجانب الزينة والترفيه والزهور والورود. جميل. وفبنتج شتلات بقى حوليات ونباتات ظل ونباتات صوم، وده الجانب الترفيهي. وفي نفس الوقت هو ما بقاش ترفيهي، هو كمان صحي، لأن نباتات الزينة وجودها في البيت أول حاجة بيسحب الطاقة السلبية، تاني حاجة بيسحب الملوثات اللي موجودة في الجو بتاع المنزل، وجوه المنزل وبره المنزل، لأن احنا كل حاجة موجودة عندنا في البيت بتطلع مواد ملوثة، السجاد والموكات والمكاتب والأساس كله. النباتات بتساعد انها بتمتص الملوثات دي.